مخترع جبار ودماغه مليان أفكار، قرر يغير العالم باختراعاته اللي مفيش منها اتنين، ولكنه فاشل. الله يسامحك مش هرد عليك عشان في البرواز. ها إنه شقلطة. ظهور فيروس بيحول البشر للحيوانات، وللأسف بعد كده مش هيبقى في خروجات في العيد لجنينة الحيوانات، واللي نفسه تهفه انه يشوف حيوان يبص لنفسه في المراية. طب بقولك ايه، بما انك مخترع جامد كده، ما تعرفش تعمل اختراع تخلي الزمالك ياخد بطولة افريقيا والنبي والنبي؟ شفت يا برتقانة، مش اخوك اللي ما فكرش حتى يجيب لي حاجة رمضان ويقول لي كل سنة وانت طيبة يا زعبلتي. يا بنتي حميني وحمي نفسك من الرعب ده، والله اللي هتتلبسي مرة بسببه. مش عيب عليك يا سهير، تبقي في السن ده وبتخافي وانا بنتك الصغيرة ومش بخاف. كيفك يا ست تفاحة؟ والاستاذ شقلطة كيفه؟ عمل الاختراع ولا لسه؟ رمضان أهلا، رمضان يجمعنا.